في امهات بيقولوا لي انه انا اذا ابني ما بياكل دجاج ولحمه بس اذا بطبخ بمرقه الدجاج واللحمه هيك بياخذ بروتين، هيك ما بياخذ بروتين. المرأة ما فيها بروتين، بروتين بياكل دجاج ولحمه. بس اذا ابنك ما بياكل دجاج ولحمه وبيشرب حليب، بياكل لبن، بياكل بيض، بياكل مجدره، بياكل اشياء ثانيه، ما تقلقي من هذا الموضوع. في كثير اولاد ما بيقدروا ياكلوا لحمه او دجاجه او سمكه بس بياكلوا مصادر ثانيه من البروتين زي هدول، فما تقلقي من الموضوع. بس ما تجبري على شيء وهو مش قادر ياكله، لانه اذا اجبرناه وغصبناه ممكن يصير الموضوع عكسي.